للحديث انضم لنا عبر الهاتف وكيل محافظة شبوة أحمد أدغاري. أستاذ أحمد، مرحبا بك. اليوم نعم نستضيف من القناة ولكل السادة المشاهدين. نعم، ما شاهدناه عن مستشفى شبوة يعتبر واحد من الإنجازات في المجال الطبي، يعني ماذا عن القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى؟ يعني ما الذي تحقق فيها ولامس حاجة المواطن؟ في الواقع انه ما تحدث من انجازات خلال عام من تولي الاخ الشيخ عوض محمد بن الوزير العلقي لمهام منصبه كمحافظ لهذه المحافظه كثير جدا، ولا يمكن سردها في هذا الحيز الضيق من الوقت، ولكن انا سنحاول التركيز على اهم المنجزات الاستراتيجيه التي احدثت نعم تحولات سياسية وتاريخية وعسكرية تحمل سمات التغيير الحقيقي نحو الأفضل في مجال البناء والتنمية، وفي مقدمتها التنمية البشرية، لأنه بناء الإنسان هو الأساس لذلك كله. وفي ظل الإدارة الجديدة للصوبة المحلية ممثلة بمعالي الأخ العزيز الشيخ عوض محمد ابن الوزير العولقي محافظ محافظة شبوة وقائد مسيرة التغيير والتنمية، بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه مسيرة الإصلاحات، إلا أنه يبذل جهودا كبيرة في كل المجالات. وأن قطاع الصحة يحتل مرتبة لا شك أهمية كبيرة جدا، ويعتبر تشغيل هيئة مستشفى شبوة العام هو أحد النماذج الذي تدل على الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة المحلية مثلا بإدارتها الجديدة، وبدعم مباشر من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. وطبعا هذا المستشفى يعتبر المنجزات التي تمت خلال فترة العام المنصرم. نعم أستاذ أحمد، ويقدم خدمات جميلة رائعة ومجانية لكل المواطنين. نعم، كما ذكر في التقرير أو تحدث الأطباء المتواجدين في المستشفى أنه لا زالت هناك أقسام مهمة مثل قسم القلب، المخ، يعني لا تزال هذه الأقسام غير موجودة في المستشفى مع أنها أقسام مهمة جدا، يعني هل هناك جهود حثيثة في إنشاء هذه الأقسام داخل المستشفى يعني لأن المواطنين يعني لكي لا يتكبدوا عن السفر إلى محافظات أخرى؟ أولا أود أن أشير هنا إلى مسألة مهمة جدا، أنه هيئة مستشفى شبوة العام حل كثير من مشكلات المواطنين نعم الذين يعانون من الأمراض المختلفة التي كانوا يتحملون مشاق وعناء سفر إلى محافظات أخرى وبعيدة في ظل ظروف معيشية صعبة يعاني منها المواطن. والذي أود أن أؤكد عليه أن هناك ضمن اتفاقية موقعة مع مؤسسة خليفة أنه يتم تطوير المستشفى على 3 مراحل، فنحن الآن نعتبر في المرحلة الأولى. نعم. ستأتي المرحلة الثانية وستأتي أيضا المرحلة الثالثة، وبإذن الله في المرحلة الثالثة سيتم استكمال كل القطاعات والأقسام المهمة جدا بما فيها قسم القلب وجراحات وعملية وأجهزة أيضا حديثة من ضمنها الأشعة المقطعية، رنين مغناطيسي وغيرها من الأجهزة المخبرية أيضا الأخرى. نعم، طيب هل هناك نعم هل هناك المشروع يعتبر من المشاريع الهامة. نعم أكيد، هل هناك مشاريع يجري تنفيذها في الوقت الراهن؟ بالتأكيد أن مشاريع في كل القطاعات، هناك مشاريع وفي مقدمتها هي الطرقات والجسور. نعم. كون الطرقات والجسور تمثل أهمية كبيرة في حياة المواطن وتعتبر كريان الحياة، وهمز التواصل التجاري والتنموي والزراعي والسياحي بين مديريات المحافظة وبين بقية المحافظات وأيضا حتى مع الخطوط الدولية كان لها نصيب الأسد في فضل التنمية. فعلى سبيل المثال للحصر هناك يتم الآن صيانة خط الدولي الذي هو يربط بين اليمن والمملكة العربية السعودية، خط عقد العبر. نعم. يتم الآن صيانة ذلك الطريق كونه تعرض لكثير من الأضرار وسبب كثير من الحوادث، ولأنه خط دولي يحمل أهمية كبرى في
في خططنا المحليه، والاخ المحافظ شخصيا يتابع هذا الموضوع باهتمام بالغ. نعم. وايضا صيانه طريق عتق بيحان برضه يعتبر من اهم الطرق التي توصل بين المحافظات، اضافه الى زفلته شوارع اخرى داخليه داخل العاصمه عتق. نعم. وصيانه الجسور، جسور جسر وادي الحاضنه عتق وجسر غرير ايضا، وصيانه واصلاح وزفلته طريق مدخل مدينه مصر. نعم. الجوانب الاخرى اللي تحتل اهميه ايضا اخرى، نعم، قطاع الزراعه خلال هذا العام ايضا هو الاخر قام بدور كبير جدا، نعم، في توفير استاذ، بذور القمح المحسنه. نعم استاذ احمد، نتمنى التوفيق لجميع هذه الجهود. وكيل محافظه شبوه احمد صالح الدغاري، شكرا جزيلا لك.